يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهارده عن ال CSS layer، اللي احنا يعني لو عندنا كذا layer في البرنامج او في ال HTML file بتاعنا، ليكن عندنا مثلا في HTML file عندنا في 2 paragraph اللي هو ب ID1 و ID2. لو جينا بصينا على الفايل اسمه 28-css-layers.html، لو جينا بصينا على الفايل عندنا عملنا دبل كليك، هو كل الفكرة ان في الاتنين لير اللي عندنا بس. This is the first paragraph, this is the second paragraph. لو جينا هنا وحبينا نأد الستايل جوه ال HTML document، فممكن نكتب هنا style ونعمل هنا ال closing tag بتاع ال style. وبعدين اول حاجة نعرفها عندنا اللي هو bound ID1، وبعدين نفس الفكرة bound ID2، وبعدين وليكن هنا مثلا ندي position relative. هي انا حاولت، كنت جربت الكود قبل الفيديو، لابد البوزيشن يكون relative عشان اللاير من تقدر نقدر تبقى activated او نقدر تقدر تشتغل معانا يعني. ليكن مثلا ندي هنا background color yellow، وهنا background color red. وبعدين لو جينا هنا عملنا refresh، فدلوقتي الاولانيه فيها الباكجراوند كلر اللي اليلو، وبعدين هنا في ريد. لو جينا هنا حاولنا نحرك الجزء بتاع الريد، عملنا مثلا ليفت ل 200 بيكسل و التوب ب ماينس 25 بيكسل، وعملنا ريفرش، زي ما احنا شايفين اللون الاحمر هو اللي ظاهر فوق واللون الاصفر هو اللي تحت. طب لو في الديزاين بتاعنا لسبب ما عايزين نخلي اللون الاصفر هو اللي فوق واللون الاحمر هو اللي يرجع ورا، في بارامتر في الستايل اسمه زي داش اندكس. اوكي، ده اللي احنا هنحاول نستخدمه، زي داش اندكس، واللي احنا عايزين نخليه يبقى هو انطوب، ياخد قيمة عالية، ياخد قيمة وليكن مثلا 2. وهنا طبعا لو عندنا اكتر طبعا بنديله رقم بيبقى اعلى رقم فيهم يعني. وبعدين هنا عشان احنا عندنا هنا 2 element بس، ف 1 و 2 will be enough for us. ف we need ده الرقم 1 اللي هو ريد، نديله رقم اقل من اليلو. وبعدين نعمل save. لو جينا عملنا refresh زي ما احنا شايفين هنا اليلو دلوقتي هو اللي بقى فوق، واللون الاحمر هو اللي رجع ورا دلوقتي. فدي الزي اندكس هي اللي بتخلينا يعني هو بيريبريزنت اليلو ده كانه لاير، وبعدين بعد كده والريد برضو كانه لاير، وبيجيب اللي ليها زي اندكس رقم عالي هو اللي بيظهر الاول. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.